بعد عم صور ال ماشي كده كده ماشي تصور ماشي خش بقى خلاص جوه يا جماعه جوه يا جماعه تقفلوا الطريق يا جماعه محدش شايف الطريق جوه يا جماعه السلام عليكم قول السلام عليكم انت جاي متاخر معلش من الساعه 2 هنا من الساعه 12 خش السلام ايوه كده يا باشا دور عم صور صور الذين الله منتصر ولو كره الكافر عليكم السلام خش خش الساعه كام دلوقتي 9 9 9 و5 ماشي صفين يا جماعة صفين وحضروا بطايق صفين وحضروا بطايق يا ابو ميسرة تعالى لا اله الا الله لا اله الا الله محمد رسول الله لا اله الا الله محمد رسول الله خش جوه اهو عشان منصور عشان مش يدوه يا محمد هتعمل ايه موبايلات ولا عربيه ولا ايه هو ماشي العربية ماشي ماشي هسيبك انا بقى ها فين وكل واحد طلع بسرعة خش جوه الوقت الشيخ احمد يوسف الحمد لله على السلامة ايه رأيك النهاردة في يوم يوم جميل يوم بيفكرنا يوم بيفكرنا بالحج بيفكرنا بعزة الاسلام بيقولنا ان في امل تاني في امل تاني ان الدنيا تكون قوية تكون قوية بالاسلام تكون عزيزة بالاسلام تكون عزيزة بشرع الله بدين الله العدل المطلق القوة المطلقة الاقتصاد المطلق كل ما هو قوي قوة مطلقة لأنه من عند الله القوي القوة المطلقة نحن الآن لا نتكلم عن أنفسنا لا نتكلم عن حزب لا نتكلم عن شيء معين إنما نتكلم أننا أمة خلقنا لغيرنا كنتم خير أمة أخرجت لم نخرج لأنفسنا وإنما أخرجنا للناس أجمعين أخرجنا لخدمة الناس للعدل بين الناس للمساواة بين الناس لحرية جميع الناس لسعادة الناس في الدنيا والآخرة اليوم يوم سعادة اليوم يوم عيد الأسبوع اليوم أظنه أنه عيد لا مثله عيد نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدي الجميع وأن يوفق الجميع لما فيه خير البلاد والعباد خش كمال يوسف وبني سويف وجزاك الله خير والسلام عليكم